هذا الشكل النهائي للبامية بالدجاج. السلام عليكم، اخباركم؟ ان شاء الله طيبين. هسوي بامية بالدجاج. عندي هنا البامية فريش قطعتها ونظفتها وغسلتها، وعندي الدجاج غسلته بمي وملح وخل وقطعته ثمانية. عندي هنا طماطي فريش طلعته من الفريزر. اذا انتم عندكم طماطي فريش تقدرون تاخذون علبة الطماط مع الصلصة وتضربونه في الخلاط. عندي بصل وعندي ثوم، عندي هنا بهار مشكل وفلفل اسود وكركم وملح. يلا نقول بسم الله. شو حطيت هنا زيت وهنزل البصل. بسم الله. اول شيء حمر البصل. هنحمر البصل وبعدين نوقف نحط العلبة. شوف البصل بدا ياخذ عندي لون، الحين انزل الثوم. نخليه يتحمر لما يحترق بس نغطى تغريدة الثوم. اليوم الاحد، اليوم الاثنين السبت الاربعاء، امس الاحد ما صورت لكم لاني سويت امس خفايف. كنت رايحة اسوق الناس اللي يحبوا الخضرة. الخضرة هناك ببلاش يا بنات، والله ببلاش. اخذت في الليل البامية ب 10 ريال. انا ما اخذت بان كبيرهم، عندهم عازلين الصغير بحاله وكبير بحاله. اخذت انا النوع الكبير عشان بسوي باميه هذه يسمونها ويكا اللي هي بالشوربه. ان شاء الله اني اصورها لكم. شوفوا الحين طلعت ريحه الثوم. نزلنا الدجاج من داخل خمس دقائق مع الثوم والبصل. اقول لكم انا اوريكم الباميه. انا اخذت الكبير عشان بسوي فيها هذه الباميه اللي قلت لكم عليها. بعدين نزلت البيت لقيت فيها وسط وكبار مرة، فقمت عزلت الكبير بحاله وخليت الوسط هذا قلت لهم بسوي فيه الغداء. أنا أوريكم الكبير اللي هسوي فيه بإذن الله. سووا مع الشوربة. والله الخضرة فريش وتجلي ومرة رخيصة. يعني البنية اللي هي النوع الصغير على 20 الصندوق الكبير. والطماط حطوا جنن سكر سكر بلدي. شوف هذا الكبار عزلتهم بسوي فيهم البانيه اللي قلت لكم عليها. طبعا نصورها لكم. فقلت اليوم هذا بسوي يعني بانيه بالدجاج. وسويت رز بسمتي بالشعريه خلصته. الطماط الجنة من البلدي 10 ريال من كلين. خلي بعد خمس دقائق واخذكم الخطوه اللي بعدها. شوفوا بعد خمس دقائق والله لا تكون ريحة الخمسة تكون ريحة الأحمر تجنن. وكده صار لنا الدجاج. هننزل بالبهارات والملح. بسم الله. وأقلب. نرجع للطماط. بسم الله. غير كثير اثنية شوي بس. حط الصلصة. ممكن حطيت نص العلبة. هنخليه يتسبك. بعد ما يتسبك اوريكم الخطوة اللي بعدها. شو تسبك عندي الطماط. الحين ننزل بماء حار. بسم الله. وخلي الدجاج يستوي مستوى الثامن. يبدا يستوي شوية ننزل البامية عشان يكمل استوى مع البامية. إذا قرب يستوي الدجاج أوريكم الخطوة اللي بعدها. شوف عندي الدجاج قرب يستوي. ننزل البامية. إذا احتاج ماي هزيد له موية، هزيد له شوية موية وأظبط الملحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا استوت البامية عادي يتنشف أوريكم الشكل النهائي.
شوف خلاص خلصت انجل بقى شوف ان شاء الله تبقى تكمل ما تكمل ان شاء الله وقطع ان شاء الله تبارك الرحمن يعني أنشف الرز وأوريكم شكل معه.